فيما يتعلق بأول مباراة، لكن لسه في مباراة أخرى في نفس اليوم أو في مباراتين كمان في نفس اليوم. وفي الحقيقة ثلاث مباريات جامدين جدا، يعني بنك مع طلائع الجيش، المباراة الثانية هتكون ما بين سموحة والاتحاد، بدري بدري كده ديربي اسكندراني هيكون قوي جدا. نبتدي بسموحة وكيف جهز سموحة فريقه وأحمد سامي المدير الفني للموسم الجديد. أحمد سامي أيضا بيلعب بطريقة 4-3-3، قدر أنه هو يتعاقد مع عدد من الصفقات، وإحنا عارفين سموحة يعني من الفرق اللي دايما بتدعم نفسها بشكل جيد، وكانوا عاملين موسم مميز في الحقيقة مع الكابتن أحمد سامي. اتعاقدوا مع مين؟ اتعاقدوا مع محمد شكري ومع الغيني أليا سيلا وأحمد عيد وأحمد رمضان بيكا من الأهلي، فهد جمعة من الأهلي، الأنجولي ده سافا، وعبد الرحمن عامر، بهاء مجدي، مروان حمدي، مهاب أشرف، حسين فيصل، محمد بسيوني، أمير عادل، محمد عبد العاطي، النيجيري أولا سكيرا، وعمار شرف الدين، ومصطفى جابر. عدد من الصفقات في الحقيقة، معهم كمان أحمد سعد وكلابة. القائمة كلها بتتكون من مين؟ في حراسة المرمى الهاني سليمان، عمر صلاح، محمد أشرف، حسن كمان تيمور، وخط الدفاع رجب نبيل، أحمد سعد، محمود عزت، أحمد عيد، فارس مجاهد، بهاء مجدي، محمود معاز، محمد شكري، أحمد رمضان بيكم، أطهر الطاهر اللاعب السوداني المميز، أحمد جمال، خالد عبد الفتاح. خط الوسط محمد عبد العاطي، عبد الرحمن عامر، أحمد حمص، حليمو، محمد رزق كناريا، علي زكي، مصطفى الخواجة، مهاب أشرف، عبد الكبير الوادي، أمير عادل، محمد نادي، شريف رضا، عمار شرف الدين، أوليس كيرا، وكلابا دا سافا، وحسين فيصل. خط الهجوم أليا سولا ومروان حمدي وفهد جمعة. القيمة السوقية بالنسبة لفريق سموحة تبلغ حوالي 5,650,000 يورو. الملعب بتاعهم طبعا استاد اسكندرية، أول مباراة ليهم مع الاتحاد السكندري. اسماء برضو جامده جدا، عشان كده بقول لحضراتكم الدوري السنه الجديده هيكون في اعتقادي اقوى دوري في تاريخ الكره المصريه، نظرا للاستعدادات المميزه جدا بالنسبه للفرق كلها في الحقيقه. تعالوا نتكلم عن الاتحاد السكندري، احد الفرق العريقه جدا في الدوري المصري، وانا من الناس اللي بتحب اسكندريه وبتحب الاتحاد السكندري جدا في الحقيقه. فمديره الفني طبعا الكابتن الكبير كابتن حسام حسن بيلعب بطريقه مختلفه شويه عن المدربين اللي احنا اتكلمنا عنهم في المرحله اللي فاتت، بيلعب ب 3-5-2، قدر ان هو يبرم عدد من الصفقات المميزه، محمد مجدي، نادر رمضان، احمد يحيى، احمد علي، سعيد وسامبوري، احمد عادل، ميسي، سليف مورو، بنيامين برنارد ومابو لولو، ومحمد عبد المنصف الحارس المخضرم، ومحمد عبد السلام. لكن القائمه كلها بالكامل تتكون من احمد يحيى، محمد عبد المنصف، صبحي، سليمان في حراسه المرمى، خط الدفاع داميون لوي، محمد مجدي، محمد عبد السلام، مروان النجار، مصطفى ابراهيم، رجب الصافي، السيد سالم، صبري رحيل، هشام صلاح وعفروتو. خط الوسط سعيد وسنبري، احمد منجا، مروان عطيه، نادر رمضان، كريم الديب، حسام عاشور، اس مورو، وخالد الغندور، احمد عادل، عبد الغني محمد، فوزي الحناوي، كريم ممدوح، وسيمو، احمد حجي. اما في خط الهجوم كل من احمد راشد، احمد علي، بواتينج، ومابولولو. القيمة السوقية بالنسبة للاتحاد السكندري تبلغ حوالي 5,130,000 يورو. ملعب الفريق استاد برج العرب، أول مباراة في الدوري هتكون قدام سموحة.